والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأسئلة كثيرة تدور حول أحكام الاعتكاف. السؤال الأول: هل يجوز أثناء الاعتكاف الخروج من المسجد لقضاء بعض الأشياء كشراء شيء، وما هي مدة الاعتكاف؟ أما مدة الاعتكاف ليس لها حد، تعتكف وقت طويل أو وقت قصير لا بأس، ليس له حد، ولكن كلما طال الاعتكاف فهو أفضل. وأما الخروج فنحن وضحناه، لكن يمكن السائل ما حضر، وضحنا أنه ما يجوز للمعتكف أن يخرج إلا لما لا بد له منه، كقضاء حاجته للبول والغائط والوضوء وإحضار الطعام والشراب له إذا لم يكن عنده من يحضره، والخروج لصلاة الجمعة إذا كان المسجد الذي هو معتكف فيه لا تقام فيه صلاة الجمعة.